برج العذراء، برج العذراء بيحب شغله جدا جدا جدا، اوكي، بيحب شغله وبيحب السفر وبيموت في الحريه، شغله والسفر والحريه، يحب يسافر كتير، يحب شغله جدا 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 جدا، اوكي، ويحب الحريه ويحب الفلوس طبعا اللي تعمل كل الحاجات دي، بس مش بيحسبها، يعني مش بخيل، مش بيحسبها، بس يحب، بس بياخد باله برضه، يعني بياخد باله من فلوسه، بياخد باله من فلوسه، هو الاهم في المهم. وكله بمزاجه، يعني هو ممكن تلاقيه مع اشخاص ملوش صله بيهم، مش قرايبه، مش اي حاجه، تلاقيه ممكن بيصرف. اوكي، وحد قرايبه ما تلاقوش بيصرف، هو ما عندوش ملكه، ما تعرفلوش حاجه. على حسب احساسه هو اللي بيودي. اوكي، بس بيحب زي ما قلت ان هو بيحب شغله وبيحب السفر، يعني لو في سفر يحب يصرف على السفر، على نفسه وعلى اللي بيحبهم معاه. اوكي، علاقته بالبنات ايه؟ طبعا بيحب البنات، يعني ده اول اسم في الكشف. اكتر من الحمل، اكتر من الحمل، الراجل العذراء ما عندوش ستايل معين في البنات اللي بيحبها. قلبه كبير. اوكي، يعني بيحب ال 11 برج الباقيين، لكن السرطان، الحمل، الدلو بينقوا، يعني ليهم ستايل معين بيبصوا له. اوكي،